الناس بقى اللي بتسوق العربيات، سواء اذا كانوا هم ملاك العربيه بيشتغل عليها الى اخره، تخلي بالك درجه حراره عاليه يعني ايه؟ يعني تمدد في الهواء اللي جوه فرده الكاوتش. طيب تمدد في الهواء اللي جوه فرده الكاوتش ممكن يؤدي الى ايه؟ لو التمدد زايد انفجار في اطار السياره. نعمل ايه وناخد بالنا ازاي ونظبط الدنيا ازاي؟ خلونا ناخد معانا دكتور طلعت البهلول خبير السلامه والصحه المهنيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسعادتك، اهلا بيك. ازي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله رضا. نصائح يا دكتور في ظل يعني ارتفاعات درجه الحراره اللي احنا مقبلين عليها دي. ده انا عندي حراره جو وحراره اسفلت. ما فيش. طيب نتكلم على الكاوتش الاول. الكاوتش اما كاوتش مصنع طبق المواصفات العالميه، سواء اذا كان محلي او مستورد، كاوتش مستهلك قبل كده مستعمل، كاوتش ريسايكل. يعني يجيبوا كاوتش ويسيحوه ويعملوا ايضا كاوتش والناس تكلها. وانا افضل دايما ايه؟ ان احنا نجيب الكاوتش الجديد اللي ايه؟ اللي هو اصلا له ماركه وله علامه وله علامه جوده اوريدي موجود. ريسايكل ده عادة بيبقى في المعدات العملاقة يعني، ما بيبقاش في العربيات الملاكي وعربيات النقل الخفيف. لا يا فندم، انا اقول لحضرتك لان حضرتك اثرت مشكلة اللي مشكلتي انفجار الكاوتش نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. طيب احنا عندنا برضو، عندنا زي ما قلت لحضرتك كده، عندنا برضو مشكلة معايرة الكاوتش. كيف اعاير الكاوتش؟ اعاير الكاوتش معناه ايه؟ ان انا بخش محط البنزين، بعد ما احط البنزين بروح عند الراجل بتاع الكاوتش علشان يعيد لي تاني اعاده لتوزيع الهواء على الاطارات. ايوه دي مهمه جدا. حلو جدا. طيب الاطارات اللي موجوده دي هل ثابته في الدرجات بتاعتها 30 32 35 وتيفرين، ولا كل فرد الكاوتش جايبها من جهه مختلفه؟ لان المعايره بتاعت الكاوتش دي مكتوب عليها. يبقى مكتوب عليها، لان بعد ما بيجيب كل واحد بقى بيسترخص ويروح يجيب من هنا وماركه من هنا وماركه من هنا وماركه من هنا، وبعد شويه بترتفع الهواء اللي موجود، واحد يبقى 35 والثاني يبقى 20 والراجل ماشي. ما بيبصش على ان هو يعاير الكاوتش. النتيجه ايه؟ اولا الكاوتش بتنحني. ده رقم واحد. رقم اثنين بيستهلك بنزين عالي. طبعا. رقم ثلاثة بيأثر على الموتور. رقم أربعة مع ارتفاع درجات الحرارة في لحظة وفي احتكاك اوريدي موجود مع الكويتش، يحصل إيه؟ يحصل انفجار داخل المكان وهو مش عارف ليه. طيب ده مع ارتفاع درجات الحرارة داخل الكاوتش. طيب مش هو بيأثر على استهلاك البنزين؟ بيأثر على استهلاك على يعني على يعني تنصح يا دكتور بانه معايره ضغط الهواء دي ضروره قصوى ما فيهاش هزار؟ لازم. انا شخصيا كل 10 ايام بدخل معاك زين بشوف والمعايره تحصل من غير فزلكه، اللي مكتوب على الفرده هو ده اللي يتعمل بالظبط. وانا لما اشتري يبقى كل العربيه كلها رقم واحد. كلها تبقى نفس المواصفات. بكام؟ واديني بكام؟ ويسال معاه، لا طب شوف لي حاجه رخيصه شويه، يقول لي عندي مش عارف ايه، والارقام ومحدش بيبص على العلامات اللي موجوده على فرد الكاوتش. ده موضوع مهم جدا، العلامات دي مهمه جدا. محدش ياخد باله منها. وبالتالي بتاثر على الفرده في زي ما حضرتك قلت التمدد الهواء. لازم تاخد بالها من مساله تمدد الهواء وضغط الهواء جوه الاطارات. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور طلعت البهلول خبير السلامه والصحه المهنيه.